السلام عليكم عمي المختار، كي داير بخير؟ كي داير مصحة؟ مزيان، نتمنوا الله تكون بخير وعلى خير. المهم راني ركبت هذاك الشيء اللي قلتي ليا، غير هي واحد المساله دابا راني نوريك عمي المختار. ركبت المسائل القضيه ديال الغاز، الله يجازيك بخير بدك تشرحها ليا. انا عندي ماري دابا، هو بدا ضروري السطانطير دابا راه جرو كامل، ما كيخدمش الا خليتيه عادي، ضروري مجرور كامل. و في الديماراج بعض المرات خاصني نعاون شويه بالكسيراتون، الا ديماراج كاع مثلا عادي، انت غديماري عادي كتبقى ترعد، خاصني نبقى بارك شويه على الكسيراتون على ما سخنات، واخا كتسخن كيبقى شويه ترعد في الموتور، خاصني وقيلا تنزيد في الغاز. ها انت سمع عمي المختار، هاي دابا مكسيري، الا حيدت رجلي على الكسيراتون راه كتسكت. خاصني نبقى مكسيري دابا شويه، نبقى مكسيري. هانت كنهز رجلي على الكسيراتون كترعد كامل الطوموبيل. خاصني نبقى ضروري مكسيري. وهداك الشيء اللي قلتي لي عمي المختار راني درتو، راني مشيت عند التور درت هادي هنايا، ها هي الوسط درتها، هاديك السطانطير راني رجعتو لبلاصتو، السطانطير كنت حيدت داك اللي كنت حيدت داك ديال لارانتي ديال ليسانس، رجعتو لبلاصتو، أو درت هادا عند التور، كانت هاد البلاصة هادي ما متقوباش، تقبتها عند مول التور درت ليها تيب، وخرج ليها المعلم. نوريك من المختار راه كيبان هذاك البيض، داك البيض راه لتحت، راه هاد الثقبه كانت هي الاولى، هادي ها هي اللي فيها العود، هادي كانت هي الاولى كان دار ليها المعلم، والو حمقاتني كتضيع الغاز والصداع في الطوموبيل وما تبغيش ديماري، عقب سديتها هادي ها هي سديتها، درت لها انيلي انيليتها. المهم دابا فين كاين المشكل هو ودابا فاش ديماري خاصك تبقى باك شويه على الكسيراتون، والموتور واخا كاع كيسخن الموتور كيبقى يتزعزع شويه، الموتور كيبقى يتزعزع، ضروري كيتزعزع شويه الموتور. خاصني دابا كاع على بيتو مابقاش يتزعزع مزيان، تنزل ليه في الغاز مزيان، صافي نزيد في الغاز من هنا ديك الساعه صافي ما كيبقاش يتزعزع. الله يجازيك بخير وشكرا بزاف عمي المختار.